إيلون ماسك الملياردير الأمريكي يعاني رفقة شركته الشهيرة للسيارات تيسلا من كبوة نسبياً في الوقت الراهن. الشركة عالقة في نموذجين فقط قديمين من السيارات الكهربائية في السوق، خاصة بالصين التي أغرقت بسيارات كهربائية عدة من قبل منافسيه. على عكس خططه المعلنة والمتجهة صوب الهند، توجه ماسك إلى الصين في زيارة مباغتة خاطفة للقاء رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ. فلماذا يحتاج ماسك إلى بكين؟ ماسك سعى لتحسين حظوظ شركته في الصين، فهو يحتاج إليها حالياً أكثر من أي وقت مضى لرفع مبيعات شركته المنخفضة، ويبدو أنه نجح في ذلك، فالصين منحته تصريحاً لسيارات تيسلا للبيانات التي تجمعها على الطريق، كما اتفق على إبرام صفقة مع شركة بايدو الصينية لنشر نظام FSD. وعقب الرحلة التي لم تستغرق سوى أقل من 24 ساعة، ارتفعت أسهم تيسلا بنسبة 16%. فهل يتمكن ماسك من العودة بقوة إلى السوق الصينية؟